مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم. ما زالت التطورات والتصعيدات مستمرة فيما يخص الشأن السوداني، وذلك على إثر اندلاع الاشتباكات في الخرطوم بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو في تحول مفاجئ للصراع بينهما. وحذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في اجتماعه الطارئ الذي عقد اليوم بشأن الأوضاع في السودان من خطورة التصعيد العنيف الذي تشهده جمهورية السودان وما يصاحب ذلك من تداعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها داخليا وإقليميا. وطالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين كافة الأطراف السودانية بضرورة إعلاء مصلحة السودان دولة وشعبا عبر ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل على تهدئة الأوضاع تفاديا لتفاقمها. وأيضا أدانت الأمم المتحدة مقتل 3 من مسؤولي برنامج الأغذية العالمي خلال الاشتباكات في السودان التي وقعت بالأمس، وأوضحت أنهم لقوا حتفهم أثناء قيامهم بواجباتهم حسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء. وأعلن فولكر بيريتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان اليوم الأحد في بيان له أن 3 لقوا حتفهم في اشتباكات اندلعت بشمال دارفور. وقال بيريتس في البيان: أشعر بالانزعاج الشديد من التقارير التي تفيد بأن مقذوفات أصابت منشآت الأمم المتحدة ومباني إنسانية أخرى، وذلك بالإضافة إلى تقارير عن نهب مباني الأمم المتحدة وغيرها من المباني الإنسانية في عدة مواقع بدارفور. وعلى صعيد آخر، أكدت القوات المسلحة السودانية أنه تمت السيطرة على أكبر قاعدة للميليشيات في أم درمان. وقال الجيش السوداني إنه تمكن من السيطرة على كل آليات وأسلحة وعتاد المتمردين في قاعدة كيريري إلى جانب عربات زخائر ويعني في ولاية النيل الأزرق. وقال الجيش السوداني إنه تمكن من السيطرة على كل آليات وأسلحة وعتاد المتمردين في قاعدة كيريري إلى جانب عربات وزخائر في ولاية النيل الأزرق. وأضاف أن الفرقة الرابعة مشاة تستلم 35 عربة للدعم السريع بكامل أسلحتها وعتادها. وأشار البيان إلى أن الاشتباكات مستمرة في بعض المناطق والموقف يتجه نحو الاستقرار. وأكد البيان على أنه لا صحة لادعاءات سيطرة ميليشيات الدعم السريع على مقر القيادة العامة. ونشرت القوات المسلحة السودانية مقاطع فيديو توثق احتفالات الشعب السوداني مع الجيش القومي المهني لانتصاره في العملية العسكرية الخاصة بإنهاء تمرد ميليشيات حميدتي، وذلك حسب ما أفادت الصفحة الرسمية للجيش على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال مكتب الناطق الرسمي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: رفع التمام للسيد قائد الفرقة بالسيطرة على قيادة الدعم السريع قطاع كردفان مع عدد كبير من المركبات والأسلحة والذخيرة والتعيينات. ومن جهة أخرى، عبر مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي عن رفضه الشديد لأي تدخل خارجي من شأنه تعقيد الأوضاع في السودان. ووردتنا أنباء عاجلة منذ قليل بانقطاع البث التلفزيوني عن التلفزيون السوداني، وما زالت تداعيات الأزمة السودانية قائمة، وسنظل مع حضراتكم لمتابعة كل المستجدات في هذا الشأن. في نهاية هذه التغطية نشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.